جاء إلى محل الدجاج رجل ومعه دجاجة مسبوحة كي يقطع الدجاجة ويخليها، فقال له صاحب محل الدجاج: ارجع بعد ربع ساعة وستجد الدجاجة جاهزة. قال صاحب الدجاجة: اتفقنا. فمر قاضي المدينة على صاحب المحل وقال له: اعطيني دجاجة. قال له صاحب المحل: والله ما عندي إلا هذه الدجاجة، وهي لرجل يرجع يأخذها. قال القاضي: اعطيني إياها، وإذ جاءك صاحبها قل له الدجاجة طارت. قال صاحب محل الدجاج: ما ينفعش، هو جايبها مذبوحة، كيف أقول له طارت؟ قال القاضي: اسمع ما أقول وقل له كذا ولا عليك، وخليه يشتكي ولا يهمك. قال صاحب المحل: ربنا يستر. جاء صاحب الدجاجة عند صاحب المحل وقال له: فين دجاجتي؟ ما خلصت شي ولا لسه؟ قال صاحب المحل: دجاجتك طارت. قال صاحب الدجاجة: كيف طارت؟ أنا جايبها مذبوحة. ودار بينهم مشدة في الكلام وشجار. فقال صاحب الدجاجة: امشي معايا للقاضي حتى يحكم بيننا، وهناك يظهر الحق. فراحوا للقاضي، وعند ذهابهم للقاضي في الطريق شافوا اتنين يتقتلوا، واحد مسلم والتاني يهودي. فأراد صاحب محل الدجاج أن يفرق بينهم، ولكن إصبعه دخل في عين اليهودي فأصبحت القضية قضيتين فوق رأسه. فجروه للمحكمة عند القاضي، وعندما قربوا من المحكمة أفلت منهم وهرب. جروا وراءه لكنه دخل في مسجد، فدخلوا وراءه صعد فوق المنارة فلحقوا به، فقفز من فوق المنارة فوقع على رجل عجوز، فمات العجوز إثر وقوع صاحب محل الدجاج عليه. جاء ابن الرجل العجوز ورأى أبوه ميت، فلحق صاحب محل الدجاج ومسكه وهو وباقي الناس، فذهبوا به إلى القاضي. فلما رآه القاضي ضحك مفكرا بسالفة الدجاج، ولم يدري أن عليه ثلاث قضايا: سرقة الدجاجة، فقع عين اليهودي، قتل الشيخ. عندما علم القاضي أمسك رأسه وجلس يفكر. القاضي قال: خلونا نأخذ القضايا واحدة بواحدة. المهم، نادى القاضي أولا صاحب الدجاجة. قال القاضي: ماذا تقول في دعواك على صاحب محل الدجاج؟ قال صاحب الدجاجة: هذا يا قاضي سرق دجاجتي وأنا معطيه إياها، وهي ميتة، ويقول أنها طارت، كيف يحدث هذا يا سيادة القاضي؟ قال القاضي: هل تؤمن بالله؟ قال صاحب الدجاجة: نعم أؤمن بالله. قال له القاضي: يحيي العظام وهي رميم، قم فمالك شيء. فذهب صاحب الدجاجة، فنودي على المدعى عليه الثاني وهو اليهودي الذي فقع عينه، فقال له القاضي: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أفقع عينه مثل ما فعل بي. فجلس القاضي يفكر، ثم قال القاضي لليهودي: دية المسلم للكافر النصف، يعني نفقع عينك الثانية حتى تفقع عين واحدة للمسلم. فقال اليهودي: أنا أتنازل، ما عدت أريد شيئا منه. فقال القاضي القضية الثالثة. فجاء ابن الرجل الشيخ العجوز الذي توفى وقال: يا قاضي، هذا الرجل قفز على أبي فقتله. ففكر القاضي وقال: اذهبوا به عند المنارة، وتطلع أنت فوق المنارة وتقفز على صاحب محل الدجاج. فقال الولد للقاضي: وكيف أضمن أنه لن يتحرك يمينا أو يسارا، فأموت أنا؟ قال القاضي: والله هذه مش مشكلتي، أبوك ليش ما تحرك يمين ولا يسار؟